أرملة الإبراشي تقدم بلاغا ضد طبيب الراحل وتتهمه باغتيال زوجها، وصديق الراحل يروي لتفاعلكم خدعة الأقراص السحرية، ويوتيوبر عراقي يقتل ابنته، والمفاجأة في ناس بيدافعوا عنه، وأتعس مرشح في العالم هندي لم يصوت له أحد. أهلا بكم. البداية مشاهدينا من تطورات دراما أزمة نوفاك جوكوفيتش وأستراليا، اللي ما شكله حتوقف هذه التطورات والدراما، بل على العكس يبدو الآن أنها تعدت حدود أستراليا ووصلت قارات ثانية كمان. القصة سريعا للتذكير هي أنه لاعب التنس الشهير المعارض للقاحات وصل للمطار في ملبورن بإعفاء طبي من اللقاح، لكن الحكومة الأسترالية قالت أنه لا يستوفي الشروط واحتجزت اللاعب ولغت تأشيرته، وبعدها بأيام قاضي سمح بدخوله للبلاد وقبل طعنه، لكن اتضح أن اللاعب كذب في كثير أمور، أبرزها أولا أنه كان مصاب في ديسمبر وخالط ناس وخلع الماسك وهو عارف بإصابته، وثانيا أنه كذب في ملء وثائق في المطار وقال أنه سافر آخر أسبوعين، لكن اتضح أنه كان في أسبانيا قبلها. اللاعب مع أنه طلع من الاحتجاز وبيتدرب للبطولة المرتقبة، لكن تبعات الأزمة مكملة، فبعد اعترافه أمس بأنه خالط وهو مصاب وعارف بأنه كان في أسبانيا، فعلا أبعاد الأزمة اتعدت جغرافيا أستراليا بس. فالآن الحكومة الأسبانية فتحت تحقيق بكيف دخل نوفاك جوكوفيتش للبلاد، وفي شكوك بأنه خرق قوانين وإجراءات البلاد الاحترازية، خاصة وأنه مو متطعم ودخل البلاد بصورة غير قانونية. هذا غير أنه في بلاده نفسها في صربيا اعترف انه كان مصاب وعارف وخارج وخالط الناس. في مقطع متداول لمقدمي نشرة أخبار في أستراليا، كثير متداول صراحة حول العالم بشكل واسع، وفي المذيعين مايك أمور وريبيكا مادرن تحت الهواء عبروا عن رأيهم بصراحة في أزمة نوفاك. Whatever way you look at it, Novak Djokovic is a lying, sneaky. Like whatever way you look at it, it's yeah. unfortunate that everybody else stuffed up around him. That's it. Like to go out when you know you're COVID positive. Well, yeah. I don't think he was even COVID positive. I don't think that form is true. You got a excuse and then fell over his own eyes, which is what happens, right? Yeah. That's what's happened. And then him now then ticking he didn't go to Spain. Yeah. It's just like. Yeah. Yeah. But I think he's going to get away with it. Oh, he is going to get away with it. Yeah. كلام المذيعين بصراحة مو رأيهم لوحدهم، ملايين حول العالم بيشاركوهم الرأي، وقناتهم القناة السابعة الأسترالية أعلنت فتح التحقيق في كيف تسرب المقطع، واعتبرت أنه تسجيله غير قانوني، وما تطرقت أبدا لمحتواه اللي يبدو أنه إدارة القناة ما عندها أي اعتراض عليه. ملابسات وفاة الإعلام الراحل وائل الإبراشي لا زالت حديث الساعة في مصر، فبعد صراع ومعاناة طويلة مع فيروس كورونا فجرت تصريحات زوجته سحر الإبراشي تساؤلات حول سبب وفاته الحقيقي، وما زال في جدل حول ما إذا كان فعليا في خطأ طبي، فبحسب كلامها أنه حصل خطأ طبي من الطبيب المنزلي اللي كان بيعالجه. ما كانش في حاجة، هو كان تقدم الحمد لله وكان خلاص قرب يرجع شغله، لكن لا اعتراض على قضاء ربنا، لا اعتراض، الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب على كل حاجة، ألف حمد وشكر ليك يا رب، ما نقدرش نقول حاجة، ما نقدرش نعترض على أمر الله. كنا بنسمع دايما إن هو كان هيرجع للشاشة قريب. فعلا. كان بيستعد فعلا؟ فعلا. أيوه. أمال إيه اللي حصل؟ يعني إيه الخلل اللي حصل؟ الله أعلم. سمعنا حضرتك قلتي في خطأ طبي؟ في الأول خالص، في أول الكورونا خالص، لما كان في البيت. طبيب العزل المنزلي هو اللي عمل الخطأ الطبي ده، هو اللي خلى الحالة تدهور للدرجة دي وتاخد المدة الطويلة دي في العلاج. هو الخطأ الطبي حصل من العزل المنزلي، مش من أي مستشفى وائل رحمه، لأ. من العزل المنزلي.
زوجة الإبراشي اتهمت أيضا في عدد من التصريحات الأخرى الأطباء بقتله، وبعدها بدأت تشتعل الأزمة بين نقابة الأطباء والزوجة بسبب كلامها عن الدكاترة، وبدأت تنصح الناس أنه يا جماعة انتبهوا، مو كل الدكاترة موثوقين. والنيابة ردت في بيان رافضة، أو النقابة عفوا ردت في بيان رافضة كل هذا الكلام، وأعلنت مقاضاة زوجته. فمشاعر الحزن بحسب كلامهم لا تعني التعدي على الآخرين، لكن الأمر ما توقف هنا. ومن كم ساعة فقط السيدة سحر الإبراشي تقدمت ببلاغ عاجل للنائب العام وشكوى لنقابة الأطباء ضد الطبيب شريف عباس صاحب مركز الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، بتتهم فيه باغتيال المرحوم. والكلام اللي موجود في البلاغ صادم، لكن الناس كانت سمعته كله قبلها بساعات فقط. فالطبيب والإعلامي المصري خالد منتصر سأل من الذي قتل وائل الإبراشي، ونشر تفاصيل جاءت كلها في بلاغ أرملة الإبراشي فعلا. وأوضح الدكتور خالد بالوثائق أنه في دكتور غير متخصص كان وائل ضحية لتجاربه، بعد ما وصف له أقراص سحرية ادعى أنها بتشفي من كورونا خلال أسبوع واحد. واعتبر الدكتور خالد اللي صار جريمة طبية متكاملة الأركان، وأوضح بدون ذكر أسماء أنه في دكتور هضمية وصف له هذا الاختراع، وتابع أنه بعد ما أخذ وائل هذه الجرعة العجيبة بدأت تدهور حالته، وتوحي بأنه ما عاد في مهرب من تليف الرئتين، والدكتور عارف بس قاعد بيطمنه. وأرفق خالد فحوصات ونتائج تحاليل وائل وكيف تضاربت آراء الفشل الرئوي ما بين 60-90%. وبعدها حاولوا أطباء الصدرية أنه يعالجوا الكارثة، لكن بعد فوات الأوان. وبعد هذه التصريحات الصادمة، وسائل إعلام مصرية أكدت أن الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء قرر البدء في تلقي كل الشكاوي المتعلقة بالإبراشي، وأضاف أن الطبيب المعالج مستعد لإثبات براءته، وطالبت النقابة النيابة العامة بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، وقالت أنه مو كل المضاعفات اللي بتحصل للمريض تعتبر إهمال، بل قد تكون مضاعفات متوقع حدوثها طبيا. ينضم إلينا من شرم الشيخ عبر زوم دكتور خالد منتصر، الكاتب والإعلامي وصديق الراحل وائل الإبراشي، وصاحب البوست اللي فجر الدنيا بالمعلومات الجديدة. أهلا فيك معنا دكتور خالد. يعني من البوست حقك شعرت أنه كأنه حالة وائل الإبراشي في عند بداية إصابته بكورونا كانت حالة عادية، ولكن العلاج هو اللي خلى الموضوع أسوأ. يعني لو ما كانت عالج هذا العلاج كان ممكن ينشفي. هو أنا عايز أوضح بس شيء. طبعا عندما يكون مريض مثلا بالسرطان ونعطيه بنادول، احنا مش هنقول إن البنادول اللي قتله، لكن عدم إعطائنا العلاج المناسب اللي في البروتوكول فعلا، ده هو اللي ممكن يؤدي إلى تدهور الحال. وهذا ما حدث مع وائل الإبراشي. أن نعطيه قرص غامض مكتوب في روشتة جرعة كورونا، وأنا أعتقد بنسبة كبيرة جدا أنه قرص سوفالدي. ما علاقة السوفالدي بالكورونا؟ ده سؤال. السوفالدي كان بيعالج بيه فيروس سي. تاني حاجة، ما ينفعش أجري تجارب وأقول أصل فيه فلان قال إن السوفالدي كويس، أو بحث منشور في مش عارف في حاجة مجهولة. أنا لازم التجارب على البشر لها قواعد. فما حدث هو غموض، هو قرص لم أقل اسمه، هو غير متخصص بيعالج، عشان كده أنا سميتها جريمة. أيوة. لكل هذه الأشياء. بس كيف يا دكتور خالد يعني وصل هذا الطبيب للراحل وائل الإبراشي؟ كيف أقنعه أنه يخضع لهذا العلاج؟ يعني الراحل وائل الإبراشي شخص مثقف، شخص يعني مطلع، دائما حتى في حلقاته كان بيرد على هذه الأشياء الترويجية. يعني ما هو ده الخطورة بقى، واللي يعني من خلال برنامجك المشاهد ومن خلال قناتكم
لكم يعني بحذر العرب جميعا ان في قبول مصري وقبول عربي للخرافة اكثر من العلم. يعني انا لو فتحت عيادة وانا جايب شهادة من هارفارد وبقول ان انا بعالج كذا كذا كذا، وامام عيادتي واحد بيقول انه بيعالج ببرطمان اعشاب فيها حاجة سحرية، العيادة التي فيها الدجال اللي هي قدامي هيبقى فيها 2000 عيان، العيادة اللي أنا فيها هيبقى فيها عيان واحد أو اثنين. للأسف العقل العربي أصبح قابلاً، مش قابلاً بس، عاشقاً للخرافة. طيب يعني حضرتك بتقول أنه الراحل زي كأنه تعلق بهذا الأمل، تعلق بالأمل لأنه صديق وهو هو صديقه ودخله، هو صديق كثير من الإعلاميين ممكن وكثير من الفنانين، ودائما الناس دي بتبقى عندها حلاوة لسان، عندها قدرة. طب بما أنه صديقكم وبتعرفوه الكلام هذا كله، لما بدأ يعطي هذا العلاج ما حاولت تواجهه؟ ما حاولت الأسرة تدخل؟ هقول لحضرتك ملابسات يمكن ما كانش ما فيش فرصة ان احنا كنا نقولها. هو كان قافل تليفونه في العشر ايام اللي كان بيعالج فيها منزليا مع هذا الطبيب، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، للأسف الصدفة البحتة جعلت زوجته كانت مسافرة تقريبا كندا في هذا التوقيت. طب بس ما كلمت الطبيب نفسه بما انه بتقول صديقكم؟ لا لا، الطبيب مش صديقنا، انا بقول على وائل. لا الطبيب انا لم اكن اعرف الطبيب، يعني ما عرفتش. الزوجه هي اللي قالت عن الطبيب والبلاغ هو اللي قال، لكن انا لم اقل يعني لم اقل اسما محددا يعني. أيوة، لا هي أعطت الاسم ويعني تم الإبلاغ عن الموضوع. طبعا نحن بنشكرك على هذه المداخلة، وطبعا للطبيب المتهم حق الرد أيضا على هذا الموضوع متى ما أحب ومتى ما أراد. كان معنا عبر زوم دكتور خالد منتصر، الكاتب والإعلامي وصديق الراحل وائل الإبراشي، شكرا لك. أهلا من جديد. في العراق منصات التواصل متفجرة في الحديث عن أخبار جريمة بشعة تكشفت. ففي يوتيوبر اسمه محمد العيساوي من البصرة قتل ابنته اللي عمرها 14 سنة بحجة ما يعرف بجرائم الشرف. أكثر من رواية متداولة للواقعة، ولكن ما في تأكيد على أي منها. رواية بتقول إنه الأب شاف بنته واقفة على الباب بتكلم شاب سبق وتقدم وطلبها للزواج، والأب رفضه فقام قتلها. ورواية أخرى بتقول إنه الأب عصب جدا لما صادف فتح بنته لباب البيت مع مرور شاب غريب، وظن انه في اتفاق مسبق بين البنت والشاب، فراح جاب سلاحه واطلق عليها 3 رصاصات وهرب. وهذه الرواية متداولة مع سكرين شوتس منسوبة لابنة خالة الضحية بتروي فيها اللي صار. الأب مثل ما قلنا يوتيوبر، عنده قناة محلية بيعرض فيها قصص عن البصرة اسمها خادم العراق محمد العيساوي، وعليها تقريبا 160 ألف مشترك وأكثر من 48 مليون مشاهدة. رسميا ما طلع أي بيان أو تأكيد بخصوص الجريمة، وفي ناس طلعت وتكلمت على أنه الجريمة لها فترة والأب هربان من وقتها، أما إيش طلعها للإعلام الآن فمو معروف. لكن اللافت في الموضوع هو النقاش اللي فتحته أنباء هذه الجريمة على المنصات العراقية. ففي وقت في ناس طالبت بحق البنت وسرعة القبض على الأب ونشط هاشتاج حق شهد العيساوي، في ناس ثانية تكلمت عن أنه حتى لو انمسك في القانون العراقي حيكون في صفه تحت بند ما يسمى بجرائم الشرف.
لكن المفاجأة أيضا كانت وجود شريحة كبيرة دافعت عن القاتل وشافت الموضوع شأن عائلي والناس ما لها دخل فيه. وحتى في مقاطع انتشرت لناس طلعت تصور فيديوهات تقنع الناس أنه ما تتدخلوا. هذه عينة من المقاطع، تفضل. هذا التأجيج احنا نشر لنا حالة خدمية، حالة إنسانية، يعني حالة تخدم أهلنا وناسنا، ما حد يشاركها ولا حد ينشرها من هاي البيجات اللي ما معروف لا أصلها ولا فصلها وقاعدة غايتها بس التسقيط بالشرفاء في البصرة. لأنه جاي لاحظكم الراسلكم ما تجاوبون، إذا أنتم مو وطنيين مو عراقيين. أيوة. أبو علي محمد العيسى وعاشرته أنت يعني. يا أخي إنسان طيب، بس صارت يعني حالة عصبية وصارت. وشنو صار؟ شنو ما أدري، واحد حاط صورته، واحد كاتب خبر يقول بالباب، شنو الفيلم؟ يا أخي صار سوء يعني تعرف إحنا جو عشائر وصار صار، بس أنتم هسه حاطين روحكم هاي شغل العائلية ليش؟ شغلة سياسية هي. هسه ما أعرف. الولد نائب. شنو عداكم يا شنو عداكم يا وزير وغلط، هسه خلينا مواطن بصري يضحك الناس كوميدي، أنتم قومت الدنيا وقعدتوها شنو؟ مهم عندكم خوات ونسوان وامهات، من الله يفضح بامهاتكم يا يعني البيجات اللي ما تخافون من الله. فنتمنى من الجهات المعنيه، جهاز الاستخبارات وجهاز الامن الوطني، مراقبه هؤلاء. أيوه. اللي جاي يسوون راي عام كاذب وباطل ومرتزق. القنوات انتم عرفت الفساد وعرفت الديم والضيم ومعاناه الناس والفيضانات، وكلبتوا محمد العيساوي. لأنه نحن يعني نساء وعندنا أخوات وعندنا يعني أمهات وبنات وهذا الكلام كله، مهتمين نحن بهذا الموضوع. فعبر سكايب الصحفية والناشطة أفراح شوقي تنضم إلينا. يعني سمعنا جزء من الفيديو بيقول فيه يعني أنه حصلت صارت عصب الأب وصارت يعني وكأنه الموضوع يعني أنه عصب مثلا ضربها طيحها شيء زي كده مثلا يعني. مرحبا وشكرا لك على هذه الاستضافة، وشكرا لتسليط الضوء على هذه الجرائم اللي أصبحت شكل ظاهرة خطيرة اليوم، ظاهرة العنف الأسري المباح. كثير المشكلة، كثير من العوائل وأولياء الأمور وحتى الأزواج ينظرون إلى مسألة تعنيف النساء داخل العائلة اللي ما يصل لحد الضرب المميت إنه مباح، على اعتبار نوع من التأديب، زائد القوانين العراقية غير جادة وغير منصفة في هذا الموضوع. صلحي لي بس يا أستاذة أفراح، أنه هل فعلا أن القانون العراقي البند فيه بيقول أنه حتى أنه ممكن لو مثلا الشخص قتل، ممكن لو شاف الشيء أو مثلا أحد وشاله بأنه مثلا بنته عملت شيء، في الحالتين يتساوى ويعفى من الجريمة وتعتبر جريمة شرف؟ نعم، هناك تهاون في هذا الموضوع فيما يخص هذه الفقرة بالذات، بمعنى أنه كثير من الجرائم القتل تحدث داخل أسرة، سواء من الزوج أو الأب أو الأخ، لأسباب عديدة يتم الهروب منها عبر الموضوع أنه جريمة الدفاع أو الحفاظ على الشرف. القانون العراقي لديه بند في هذا التعاون مع يعني بالمواجهة مثل هذه الحالات، يخفف أو يزيل العبء الأكبر ويعطيه العذر للمجرم أو للجاني بفعلته، وهذا أدى إلى كثير من المغالطات اللي تحصل بالفعل في جرائم مماثلة، بمعنى أنه البنت ربما تكون على خلاف مع أخيها أو زوجها أو أبيها، فتحدث هناك مشادات وتؤدي إلى القتل العمد، فيلجأ الزوج لتشويه سمعة زوجته أو أخته أو بنته، ويقول أنها حتى يتهرب من صحيح. ويمكن كمان واحدة من الأشياء اللي منتشرة عن قصة شهد تحديدا، أنه جالسين الناس بتقول أنه الفحوصات أثبتت أنها عذراء وما إلى ذلك، فأنه ما يحق له قتلها، وكأنه يعني أنه لو الفحوصات أثبتت عكس ذلك أو أي شيء آخر فمبرر قتلها. يعني بصراحة تعليقات الناس عجيبة على هذه المواضيع، بس تحديدا في قصة شهد، هل عندك أي معلومات عن مثلا مكان الأب؟ هل لا يزال هربان؟ انقطع الاتصال قليلا، ممكن تعيدين السؤال؟ بقول لك هل عندك اي معلومات عن قصة شهد تحديدا، عن الاب هل لا يزال هربان، شيء زي كذا مثلا؟ نعم، بالاونة الاخيرة شهدنا كثير من هذه الروايات والحوادث والقصص، عادة ما تبدأ بمختلف القصص بقصص غير صحيحة، لكن
في النهاية يتم إيراد القصة الحقيقية عبر الجهات الرسمية العراقية. في كل الأحوال أنا أقول في كل الأحوال لابد للمتسبب أو المجرم أو الجاني الأب أن يأخذ العقاب اللي يستحقه عن جريمة قتل نفس. لا شيء يبرر، لا شيء يبرر أي من فعلته، بالعكس على الرأي العام سواء النسوي أو العام أو العربي أن يتدخل وأن ينشر للحد من هذا الجرائم. المشكلة هنا خطيرة، هناك من يبرر هذه الفعلة على اعتبارها أنها داخل أسرة وداخل بيت، لكن هذه تتعلق بقتل إنسان. وحتى هناك لدينا كثير من حالات الضرب اللي تصل إلى الموت، تعنيف الزوجات، تعنيف البنات، هذه حالات لا يمكن السكوت عنها. وأذكر يعني مع الأسف هناك بعض الجهات الأمنية كمخافر الشرطة عندما تذهب إنهم، يعني هذه قصة حقيقية روتها إلي إحداهن اللي كان وجهها مليء بالكدمات بسبب ضرب أخوها، لما نصحتها باللجوء إلى أحد مراكز الشرطة وذهبت بالفعل، رجعت إلي وقالت لي وهي تبكي تقول المحقق يقول وإذا أبوك أو أخوش ضربك أليس عيب أن تشتكي عليه؟ فهي قالت لي يعني تنتظروني أموت حتى تأخذون لي حقي؟ قالت لو أنا أروح أنا كيف؟ لو واضح أنه حتى إذا ماتت ما رح يأخذوا لها حقها، يعني إذا من الأساس شايفين أنه هو يعني غلط أنها تشتكي على اللي بيعنفها. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك على هذه المداخلة، كانت معنا الصحفية والناشطة أفراح شوقي، شكرا لك. نحس ثلاثي الأبعاد وفوقها يؤرخ صراحة، يعني ما في كلمة بتوصف قصة الحظ الحزين للهندي سانتوش هالباتي اللي قرر يترشح لمنصب سربانش، يعني صانع قرار في قريته. المرشح يعني ما كان ضامن الفوز، لكنه تفاجأ وقت النتائج أنه ما في ولا ربع صوت واحد من عيلته اللي كان بإمكانها على الأقل أنه تعطيله في حدود 20 صوت لصالحه. المسكين كان عنده صدمة حياته لما تلقى الخبر وانهار في مركز الاقتراع لما سمع أنه الصوت الوحيد اللي جاله هو مجرد صوته لنفسه، وقال الانتخابات بتروح وبتجي ولكن على الأقل كان مفروض عيلتي تصوت يعني علي زي ما وعدوني، بس لا أمي حبيبتي ولا أحد من العيلة وفوقها كلهم صوتوا لغيري. يعني باختصار هذه الانتخابات ما شاف منها خير، خسرها وخسر أهله وتحطمت نفسيته. مشاهدينا كمان الله